نكمل مواد شبه المحاضرة، الجزء الأخير في المحاضرة النهاردة إن شاء الله. الجزء اللي فات في البرمجة كان التايمر والكاونتر والكمبير بص بإيدج ونيتيف إيدج وست وريست ونوت انستراكشن، كل الحاجات دي ما عدا الكمبير بتعامل مع وان بت. يعني كل شغل كلي عندي كيو 0 0 او ماركر ام 0 0 ده يمثل وان بت. وان بت يعني يا ام 1 يا اما 0. لكن لما اجي اتعامل مع ميموري بايت او وورد او دبل وورد ده ممكن تخزن فاليو او تخزن قيمه، فمش هينفع بقى وان بت، لازم اتعامل مع ريجستر دي سايز اقدر اخزن فيه فاليو او قيمه. الميموري دي ممكن يبقى حجمها بايت يعني 8 بت، فدي تشيل رقم بدءا من 0 لحد 255، او ممكن يبقى الميموري حجمها وورد يعني 16 بت، ممكن تشيل رقم من 0 لحد 2 اس 16 ناقص 1 اللي هو 5535، او ممكن تبقى الميموري دي حجمها دبل وورد يعني 2 بايت دبل وورد يعني 2 وورد او 4 بايتس. 4 بايتس يعني 8 بت و8 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 32، فدي ممكن تشيل رقم كبير جدا يكافئ 2 اس ان اللي هي 32 ناقص 1، نحسب برقم ده رقم كبير قوي. فانا بتعامل امتى مع الميموري اللي هي بايت او وورد او دبل وورد؟ لما اكون عايز اخزن داتا حجمها كبير، بعمل عمليه حسابيه او ماثيماتيكال اوبريشن، في ناتج عايز اخزنه، بقيس سرعه موتور عايز اسجل السرعه دي في ميموري، في ناس داخلين مكان والكاونتر بعدهم وعايز اخد الرقم اللي في الكاونتر ده احطه جوه ميموري لغرض معين، عايز احوله مثلا الى صيغه ثانيه مثلا من باينري الى باينري كود الديسمال عشان اعمل له اصغار على 7 سيجمنت. 7 سيجمنت شغاله بي سي دي، 7 سيجمنت حاجه مهمه جدا في الكورس بتاعنا ازاي نتعامل معاها وازاي نعمل ديسبلاي لارقام على 7 سيجمنت، ودي موجوده في مشاريع كتير. يعني مثلا وانت راكب اسانسير او اليفيتور بيبقى فيه زي 7 سيجمنت يقول لك رقم الدور اللي في الكابينه، كابينه في الدور الاول الثاني الثالث وهكذا، في رقم بيكتب على 7 سيجمنت تعرف انه رقم الدور او الفلور اللي الكابينه موجوده فيه. لو انت في مصنع مثلا ممكن يبقى في 7 سيجمنت تقول لك كم منتج خرج النهارده من خط الانتاج وتم تحميله او اخراجه من المصنع للبيع او كده او للتصدير او وات ايفر يعني. فممكن حاجه تعدل لك المنتجات اللي خارجه. لو مثلا على خط انتاج ممكن يبقى في شاشه او في 7 سيجمنت تقول لك كم مثلا بوتل فيها شرخه او مكسوره او فيها عيب خرجت بره الانتاج يعني تم استبعادها، وكم واحده سليمه وكم واحده كبيره وكم واحده صغيره. فممكن تعمل كاونتنج واظهار لكل ارقام بيتم عدها في السيستم وتشوفها على الشاشات عندك جوه المصنع تديك انديكيشن لحاجات معينه. فالحاجات دي كلها ارقام، مش مجرد بقى 0 و1، لا ده ارقام فاليو. فالارقام دي محتاجه ميموري تتخزن فيها. الميموري دي ممكن تبقى بايت او وورد او دبل وورد. ازاي في سيمز بقى اتعامل مع الميموري دي بحاجات مختلفه؟ ده شرح للميموري كبايت او وورد ودبل وورد. لما اجي اتعامل مع ميموري بايت بكتب الاريا الاول، سواء مثلا هتكلم على ماركر فاكتب ام، هتكلم على انبوت فاكتب اي، هتكلم على اوتبوت فاكتب كيو، هتكلم على الفاريبل ميموري اريا فاكتب بي. بعدين حرف البي بيمثل كلمه بايت، ثم رقم البايت بقى رقمها 0 رقمها 1 رقمها 2 رقمها 5 رقمها 9 رقمها 100، بكتب رقم البايت. دي كده البايت الفي بايت رقم 100. لو عايز اتعامل مع وورد بكتب الاريا الاول بعدين حرف الدبليو بعدين رقم الوورد. هتقول لي ازاي هي مش 100 دي كانت بايت ازاي تبقى وورد في نفس الوقت؟ لا ممكن. الفي بي 100 دي فعلا دي البايت رقم 100 ودي حجمها 8 بت. لما اجي اقول في دبليو 100 فباخد البايت رقم 100 مع البايت رقم 101 بينضموا هم على بعض اوتوماتيك لما اكتب كده، فالاثنين مع بعض يمثلوا وورد من غير ما اعمل اي حاجه، جاست بس في البرنامج اكتب في دبليو 100. دي معناها ايه؟ معناها ان بياخد الاثنين بايت مع بعض يخليهم وورد بدءا من الرقم ده اللي هو 100 لان دي بايت، وياخد معاها اللي بعدها كمان 101. بس يفضل طالما اتعاملت مع بايت 100 ما اخدهاش كورد، يعني لو انا كاتب في البرنامج في 100 ما اخش بقى في دبليو 100، لان هيبقى البايت 100 موجوده هنا في البايت وموجوده في الوورد كمان فيحصل تداخل. يفضل الادرس او العنوان اخده مره واحده ما اخدوش متكرر في البرنامج كذا مره عشان ما يحصلش تداخل ويحصل لخبطه في القيم اللي موجوده هنا وهنا. لو عايز تعمل مع الدبل وورد بكتب مثلا في دي 100 فباخد 4 بايت مع بعض بدءا من 100 لحد 103. الكلام ده مشروح في عندكم في الفيديو اللي انا بعته لكم في اخره يعني او في الجزء الاخير منه. طبعا الكلام هنا المثال ده على الفي اريا لكن ممكن ينطبق على الاي الانبوت او على الكيو او الام او ال. الاس ام دي ما خدناهاش، دي حاجه اسمها السبيشال ميموري اريا دي تكافئ الفلاج ريجستر. والاس دي اللي هي سيكونس كنترول، والاي دي حاجه اسمها لوكال ميموري اريا دي ما اتكلمناش عنها كتير، احنا كل شغلنا كان اكثر على الاي والكيو والام ماركر. والفي دي برضو ممكن نشوفها في بعض التطبيقات للفاليبل ميموري اريا.
دي كده اول حاجه لو فيها سؤال. طالما خدنا بقى وفهمنا الميموري كبايت وكورد وكورد، هنبدا مع اول امر بيتعامل مع الميموري بشرح بتفصيل، امر موف. لو انا هعمل ترانسفير لداتا من مكان لمكان، فعايز اخزن رقم ثابت في ادرس، او اخزن داتا موجوده في بايت انقلها في بايت ثانيه او ادرس ثاني. يعني ممكن اخزن داتا موجوده في ميموري انقلها لميموري ثانيه ككوبي، اخد نسخه منها واحطها في ميموري ثانيه، او اخد رقم ثابت احطه في مكان معين في الميموري في البي ال سي. اعمل ده ازاي؟ عن طريق امر موف. امر موف في ثلاث اشكال منه: موف بايت وموف وورد وموف دبل وورد. موف بايت وموف وورد وموف دبل وورد. ليه في ثلاث اشكال منه؟ لان انا عندي ثلاث احجام من الميموري. الموف بايت لازم يكون الانبوت والاوتبوت حجمهم بايت، لازم يكون الان والاوت السورس والديستنيشن حجمهم بايت. الموف وورد الانبوت والاوتبوت حجمهم وورد، والموف دبل وورد لازم الانبوت والاوتبوت يكون حجمهم دبل وورد. في المثال اللي قدامك ده هيتم لما الانبوت هيقفل اللي هو ايزر زيرو، هينفذ الامر بتاع الموف انستراكشن، فهيخزن الرقم اللي انت حاطه في الانبوت سواء كان رقم ثابت او كان ادرس، هياخد القيمه اللي فيه يحطها في الاوتبوت. تعال نشوف الكلام ده بشكل عملي على السيموليشن. نعمل كده برنامج صغير ونشوف هيحصل ايه فيه. هناخد هنا انبوت مثلا اي 0 0، نخليه مثلا يعمل امر موف. نروح على الموف انستراكشن اهي، موف انستراكشن، اختار مثلا موف بايت واقول له خزن لي رقم مثلا ثابت، الرقم ده مثلا مقداره 5 في بايت. هختارها بقى ايه؟ مش هختارها ماركر، هختارها اوتبوت. هنشوف الكلام ده على الكيو نفسها، واختار الكيو بي 0 اللي هي اول بايت عندي في الاوتبوت. هنشوف عندك في لمبات الخارج الرقم اللي اتخزن ده كان كام. بس كده. ممكن نعمل حاجه ثانيه، ان لما في انبوت ثاني يقفل مثلا اي 01، ممكن اقول له لما تقفل يخزن لي مثلا 0 في البايت دي، في صفرها 0 في الكيو بي 0 برضه. فكده لما ده يقفل هيحط 5 في الاوت، ده لما يقفل هيحط 0 في الاوت. الاوت انا بتكلم على الاوت كبايت، بايت يعني كام بت؟ يعني 8 بت، يعني الاوت كله تقريبا اللي هو 8 بت الموجودين في البي ال سي. تعالى نعمل كده في ايه؟ نعمل ترانسفير او اكسبورت الكلام ده برقم 17. سيف، نروح على السيموليشن نفتح رقم 17. نعمل run simulation on PLC، نعمل state program. دلوقتي الاوتبوت كله مطفي، مفيش حاجه شغاله، يعني مفيش هنا اي امر اتنفذ. لو ضغطت على الاي 0 دوت 0 هينفذ الامر ده، فهيسجل في الاوتبوت كام؟ 5. 5 دي تتسجل ازاي؟ حد عارف كباينري؟ تتسجل ازاي كباينري؟ 101. وبالتالي سجل 101، حط في البيت رقم 0 1، البيت رقم 1 فيها 0، البيت رقم 2 حط فيها 1. 101 الرقم ده في الاخر معناه 5. فاول لما اسجل 5 في الاوتبوت عندي اول اوتبوت شغل، واخر الاوتبوت رقم 2 يشتغل. ده لما اسجل 101. طب لو شلت ايدي، لو فتحت الانبوت اللي هو اي 0 0، خلاص ما بقاش في سيجنال رايحه للامر موف، الامر مش شغال، بس الرقم اللي سجل لسه موجود 101. طب انا عايز بقى اخلي الاوتبوت ده يفصل يعني، فسجل في نفس الادرس 0 بالضغط على اي 0 1، هيسجل ايام الموف 0 في الاوتبوت، فبالتالي الاوتبوت كله يصفر، وبالتالي يبقى بايه؟ بزيرو. ده بس مثال بسيط كده شرح امر ايه؟ امر موف، ازاي تخزن داتا في ميموري. طبعا الداتا بتخزن في الميموري كانها باينري 0 1. فانت لو عايز تنور كل الاوتبوت ده، خزن بقى 255، فكل ده هينور، كل الاوتبوت ده هيشتغل. يعني لو جيت انا بدل ما اسجل 5 سجلت 255 وعملت اكسبورت 18، كده لما يتم الضغط على الاي هيشغل كل الاوتبوت. الاي 0 0 طبعا. كل الثمانية اوتبوت اشتغل من 0 7، لان رقم كام؟ 255. البايت كلها اتملت وحيد، كله اشتغل. طبعا شلت ايدي هيفضل كله شغال.
تمام، عايز اعمل بقى ايقاف، بس هنا كله يقف. طبعا انا عملتها هنا بامر موف، كان في طريقه تانيه ممكن اعملها واحنا خدناها لو تفتكروا، حد فاكر؟ لو عايز اشغل كل الاوتبوت من غير امر موف اشغله ازاي؟ كنا خدناها، عارفين ازاي؟ هنضيف انبوت هنا مثلا، انبوت تاني تعالى نسميه ايه؟ اي 0.2، ونعمل امر سيت، ونعمل امر سيت بالكيو 00، وقت تحت كام بقى؟ 8. ال 8 هنا معناها ايه يا شباب؟ عارفين معناها ايه؟ الانبوت ده لما يقفل يعمل سيت ل 8 اوتبوت. 8 اوتبوت بيبقى من مين؟ من كيو 00، يبقى 00 01 02 لحد 07. فلو جينا نعمل اكسبورت للكلام ده، نسمي البرنامج ده 19 مثلا، ونروح على السيميليشن، نفتح البرنامج رقم 19. معايا يا شباب؟ سامعني؟ كده لو ضغطت، تمام سامعني. لو ضغطت على الاي 02، الاي 02 ده هيعمل ايه؟ هيشغل لك 8 اوت كله نور. انا ممكن اعملها عن طريق موف او عن طريق ست. احنا كنا شرحنا الرقم اللي تحت ست ده معناه كام اوت هيتعمل له ست. طبعا لما الانبوت هيروح برضه هيفضلوا شغالين عشان ده امر ست. يقفوا امتى بقى؟ لو اتحط فيهم زيرو. لو ضغطت على الاي 01 وخزن فيهم زيرو كله يقف. هتقولي انت وقفتهم من غير ما تعمل ريست، بس انا خزنت فيهم زيرو كاني عملت ريست بامر موف. فاهمين اللي انا بقوله يا شباب؟ واضح؟ تمام واضح. طيب ده كده امر ايه؟ الموف انستراكشن. الموف ده هتلاقيه ينطبق على الـ على الـ على البايت وعلى الوورد وعلى الدبل وورد، يعني ده شرح موف بايت اللي هي في الاخر 8 بت، فاقصى رقم ينفع اخزنه في بايت 255. ما اقدرش احط رقم اكتر من كده، البرنامج هيديني ايرور. يعني تعالى نشوف كده في سيمنز، لو انا جيت اكتب رقم اكتر من 255 هيديني ايرور، لان ده بايت. مثلا هكتب 256 ازود بس واحد فقط، 56 دوس انتر، عمل لك خط تحت الايه؟ الرقم، شايف ده ايرور. ولو جيت تعمل هنا من المنيو اللي فوق حاجه اسمها كومبايل اول، كومبايل اول يعني تشيك ايرور، فيديك هنا في يقول لك عندك 1 ايرور تحت. فانت عندك ايرور، الايرور بقى هتلاقيه شرحه لك في الشرح عندك الايرور ايه؟ بيقول لك رو 1 كولوم 1 نتورك 1 اللي هو ده. هتلاقي فيه مشكله في الايه؟ في الفاليو او في القيمه. لان الرقم هنا اكبر من الميموري سايز بتاعت البايت، فلازم اقصى حاجه ينفع تكتب كام؟ 255. 255 لو جيت تعمل كومبايل قول هنا هيقول لك زيرو ايرور، مفيش ايرور، لانك خلاص صلحت المشكله. طب لو عايز بقى احط رقم اكبر من 255، خلاص ما اختارش بقى بايت، اتعامل مع وورد. لان ده كده الابر ليميت للبايت 255. لو عايز قيمه اكبر اشتغل بقى مع وورد، فاختار امر اسمه ايه؟ موف دبليو، يعني موف وورد. يبقى الانبوت والاوتبوت حجمهم وورد. المثال اللي احنا اتعاملنا معاه وجربناه على السيموليشن، كنت بدخل رقم ثابت بخزنه في ميموري، بس ممكن اخد من ميموري لميموري ثانيه على فكره. يعني ممكن اخد من مثلا كيو دبليو 0 الوورد رقم 0 واحطها في الام دبليو 1، او اخد مثلا من تايمر، لان تايمر والكاونتر حجمهم وورد. يعني ممكن اخد تايمر والكاونتر لان حجمهم وورد، وهحطهم في ماركر او في ميموري جوه البي ال سي. التايمر والكاونتر حجمهم وورد، ما ينفعش تتعامل مع التايمر والكاونتر بموف بايت. لو هاخد القيمه اللي في تايمر او كاونتر لازم اختار موف وورد. لو اخترت موف بايت هيبقى غلط. لو اخترت موف بايت وكتبت فيها تايمر او كاونتر هيبقى غلط، هيبقى ايرور. تعالى نشوف الكلام ده عشان ده برضو كلام مهم. عايز لما الانبوت يقفل مثلا ياخد له قيمه من تايمر، مثلا تايمر رقم 40 مثلا، يحطها في الكيو بي 0. طبعا هنا ايرور على طول من غير ما اكمل، من غير ما اعمل داونلود، من غير ما اعمل تشيك. ليه؟ هنا ده موف بايت. ازاي موف بايت وانت عامل تايمر؟ التايمر ده حجمه وورد، فما ينفعش. موف بايت يبقى لازم الانبوت والاوتبوت حجمهم وورد. لازم الانبوت والاوتبوت حجمهم ايه؟ وورد. فلو جيت شلت موف بايت دي وعملتها موف وورد، موف وورد، موف وورد، وكتبت هنا تي 40، وكتبت هنا كيو بي 0، الغلطه فين يا شباب؟ هنا في السؤال، في اللي انا عامله في كيو بي 0. انت مختار موف وورد. موف وورد يعني وورد. فازاي تكتب هنا في الاوت بايت؟ ازاي تاخد قيمه في وورد تحطها في بايت؟ ده ما ينفعش. فلازم يكون الانبوت والاوتبوت حجمهم وورد. ما ينفعش تكتب كيو بي 0، تكتب كيو دبليو 0 او تكتب ام دبليو 0، المهم يكون الميموري حجمها وورد، ما ينفعش يكون حجمها بايت. طيب يبقى انا ممكن اخد القيمه اللي في تايمر واحطها في ادرس زي الكيو مثلا، او زي الماركر، ممكن يبقى ماركر مثلا ام دبليو 0،
وممكن ناخد نفس الكلام برضو القيمه اللي في كاونتر، مثلا كاونتر رقم 9 مثلا او رقم 8 او اي كاونتر سي مثلا 8، هنا برضو ياخد القيمه اللي في الكاونتر يحطها في الادرس ده. مش لازم الام، ممكن الام اريا او الفي اريا اللي هي الفاريبل ميموري اريا، فينفع ام دبليو 0 او في دبليو 0 او اي رقم انت عايزه، مثلا ممكن في دبليو 100 مثلا زي المثال اللي كان مشروح، اي رقم ينفع كادرس يعني. فاحنا كده شرحنا الموف بايت وشرحنا الموف وورد، وقلنا ان في نوعين من الموف، ممكن اخد القيمه اللي في يعني اخد رقم ثابت اضيفه على الميموري واحطه في ميموري، او اخد ادرس من ميموري لميموري ثاني. يعني الموف الانبوت ليه احتمالين، ممكن يكون كونستنت او ممكن يكون ميموري ادرس او ميموري. الاوتبوت لازم يكون ادرس، ما ينفعش يكون كونستنت، ما ينفعش اخد ميموري احطها في رقم ثابت، لا ممكن اخد رقم ثابت احطه في ميموري. الموف بايت لازم يكون اقصى رقم هنا 255، ما ينفعش اكتر من كده. ماشي يا شباب. الموف وورد بيتعامل مع وورد اللي هي اكبر من بايت، لو الرقم اللي انا بخزنه اكبر من 255 بتعامل مع بي بالموف وورد، بس ده ما يمنعش ان ممكن نخزن رقم صغير، يعني مثلا هنا الرقم ده 15 عادي ممكن اخزنه في الوورد ام دبليو 1 عادي مش مشكله. لكن الرقم ده مثلا لو 300 لا ما اقدرش اخزنه في بايت، لازم اخزنه في وورد زي الرقم ده كده ام دبليو 1. الموف دبل وورد بتعامل بقى هنا مع 4 بايت، مع رقم كبير اكبر من الوورد يعني اكبر من 65000، فلازم اختار موف دبل وورد. ولازم برضو الادرس اللي هحط فيه النتيجه او الريزلت او الديستنيشن يكون دبل وورد، بكتب مثلا ام دي كذا او في دي كذا او كيو في او كيو دي كذا. طبعا لما اكتب ام دي 1 انا كده خدت البايت رقم 1 و2 و3 و4، فلما اجي اخد دبل وورد بعدها في البرنامج اخد ام دي 5 تاني. الحته دي مهمه، لو انا مثلا هعمل موف دبل وورد فانا خدت دلوقتي انا بخزن في ام دي 1، طالما انت اخترت ام دي 1 تبدا بيها فتبقى عارف ان الام دي 1 عباره عن البايت رقم 1 و2 و3 و4 4 بايت، فانت كده واخد الاربع بايت دول جوه الادرس ده، واخد بايت رقم 1 و2 و3 و4. فتبدا اول بقى دبل وورد بعدها تاخدها بكام، اسمها ايه، تاخدها ام دي 5. طب ليه ما تاخدهاش ام دي 4؟ لا لان هيبقى فيها بايت رقم 4 داخل هنا وهنا مشتركه، تحصل مشكله، مش عايز اي بايت تكون مشتركه بين الدبل وورد دي والدبل وورد اللي بعدها. فكل ادرس باخده لازم تكون البايت اللي فيه مش مشتركه مع حاجه ثانيه عشان ما يحصلش انترفيرنس ويحصل مشكله في البرنامج. اصلا ممكن اخر التاني البوينت دي تاني كنت قلتها وانا بشرح الميموري في الاول، هنا لو انت خدت في دبليو 100 تاخد مين بعدها كورد؟ في دبليو كام؟ الورد اللي بعدها اسمها كام؟ رقمها كام؟ 102. طب ليه مش 101؟ انك لو خدت الفي دبليو 101 عباره عن 101 102، يعني الفي دبليو 100 عباره عن ايه؟ عباره عن 100 و101 صح؟ مظبوط. طب لو خدت الفي دبليو 101 عباره عن مين ومين؟ 101 و102. مش واخد بالك بقى ان 101 بقت مشتركه هنا وهنا في الفي دبليو 100 وفي دبليو 101؟ البايت رقم 101 مشتركه بقت موجوده هنا وهنا. تمام مظبوط. ما ينفعش، انا مش عايز حاجه مشتركه عشان ما يحصلش مشاكل في البرمجه، فعشان كده ما يبقاش حاجه مشتركه. فلو انا خدت الفي دبليو 100 يبقى الوورد بعدها اسمها ايه؟ في دبليو 102 مش 101، انسى 101 دي خالص. طب بعد 102 يبقى اسمها ايه؟ 104 106 180. طب لو انا كنت واخد مثلا بادئ انا بدايتي واخدها في دبليو 101 دي بدايتي، يبقى اللي بعدها مين؟ 103 105. واضحه؟ عشان ما يحصلش تداخل. تمام واضح. طب لو خدت الفي دبليو الفي دي 100 الفي دي 100، فانت عارف ضمنيا ان الفي دي 100 عباره عن كام بايت؟ 4 بايت. من كام لكام؟ من 100 ل 100 وايه؟ و3. فخلاص ما ينفعش بقى تاخد حاجه من دول في بايت في دبل وورد جديده. عشان تاخد بقى دبل وورد جديده تكتب في دي كام؟ في دي 100 104 بالظبط كده. واللي بعدها يبقى اسمها كام؟ في دي 108. واللي بعدها في دي 112. عشان ما يحصلش تداخل بينها وبين حاجه ثانيه. واضح؟ تمام واضح. ده كده امر موف. انا هبعت لكم، يعني مش عارف انتوا هتحبوا ده ولا لا، هبعت لكم المانيوال نفسه بتاع سيمنز 200 في شرح كل الحاجات دي بالتفصيل لو انتوا عايزين تشوفوها، عشان لو انت ما عندكش الهيلب بتاع البرنامج، يعني انت ممكن تشوف الشرح اصلا من الهيلب بتاع البرنامج، يعني مثلا امر موف باي ده، لو طبعا انا مش شرح، انا بس حاطط الامر في السلايد، لكن لو انت عملت رايت كليك عليه كليك يمين واخترت هيلب في السوفت وير ده هتلاقيه بيشرح لك الامر وممكن يديك امثله عليه كمان. ممكن هنا الشرح ما يكونش وافي او كبير، تعالى مثلا نشوف امر مثلا ايه، موف وورد نفس الكلام ولا هو نفس الكلام.
طيب نشوف امر مثلا زي ايه، زي سكواب ال، او مثلا شرح الامر اهو، هتلاقي شرح الامر هنا اهو، مديك امثله عليه بالادر دايجرام وبالفانكشن بلوك وبالستمنت كمان. مثلا تعال نشوف حاجه ثانيه، مثلا تايمر من التايمرات اللي احنا شرحناها، مثلا تايمر ريتنتيف تي او ان ار، لو عملت لك كليك يمين وهيلب هتلاقيه بيشرح لك التايمر بالتفصيل، كل اللي انت عايز تعرفه عنه بارقام بتاعته، كل الحاجات المفروض تاخد بالك منها والنوتس. ولو نزلت لتحت كمان في الهيلب هتلاقيه مديك امثله على التايمر بالادر والفانكشن بلوك والستمنت ليست. تمام، التايمنج دايجرام وكل حاجه. طب الهيلب ده لو مش معاك، مش عارف لان البرنامج مش معاك، ممكن ما يكونش عارف تشتغل بيه او مش معاك، هديك البي دي اف نفسه اللي هو المانيوال بتاع الشركه، المانيوال نفسه اهو بتاع الشركه، ممكن تروح للاوامر وتفهمها منه كان الهيلب ده موجود معاك، ده المانيوال نفسه. ممكن تروح للشابتر اللي فيه شرح الاوامر اللي هو البروجرامينج كونسبت، ده البروجرامينج اهو، وتلاقي فيه شرح الاوامر كلها وتفهم الامر اللي انت عايزه. هتلاقي الامر مشروحه هنا، كمل كمل شويه قدام. يعني مثلا دي ده شرح الكومبير، الكومبير انستراكشن، شرح اوامر المقارنات كلها هتلاقيها موجوده هنا بالتفصيل، شرح كل اوامر المقارنه وامثله عليها وكلام من ده. تمام، هنا شرح ال 7 سيجمنت، ازاي تتعامل مع امر اسمه 7 سيجمنت او سيجمنت، شرحها في البي ال سي ده، امر اسمه سيجمنت هناخده. تمام، في امر خاصه بالتحويلات للاصل وحاجات زي كده مش هناخدها، بس ما تلاقيش شرحها موجود برضه في المانيوال. فانت ممكن لو في امر معين عايز تفهم شرحه ممكن تخش على المانيوال تفهم الشرح بتاعه في المانيوال بشكل اوضح شويه بالامثله اللي عليه كمان. فممكن تاخدوه كريفرنس لو انت عايز ترجع ليه، اوكي. لو مش عايز ترجع له ما فيش حاجه هتضرك يعني، بس انت لو عايز تفهم بعمق اكتر او تشوف امثله على الامر عشان تفهم الشرح بتاعه، ده ممكن ابعته لكم تبصوا عليه لو انتوا عايزين. شرحنا كده امر الموف، كده شرحنا التلات امر، موف وورد وموف بايت وموف دبل وورد. امر سواب هو عباره عن اكستشينج، الامر ده ليه انبوت ملوش اوتبوت، امر سواب ده ليه انبوت ملوش ايه اوتبوت. بيعمل ايه؟ الانبوت لازم تكون حجمها وورد مش حاجه ثانيه. الوورد عباره عن كام بايت؟ عباره عن 2 بايت، هو بس بيبدل ال 2 بايت مكان بعض، يعني بيعمل اكستشينج لل 2 بايت مكان بعض. يعني مثلا لو جيت هنا مثلا وعملت سيرش او هيلب عن سواب، عمل سواب اللي موجود سواب لازم مع ورد واحده بس، ورد واحده لازم ورد واحده. طب انا عرفت الكلام ده منين؟ هتلاقي هنا في الامر دي انيبل صح او ليه انبوت. فلو جيت هنا في الانبوت هتلاقي ان الانبوت ده عباره عن في دبليو اي دبليو كيو دبليو ام دبليو اس دبليو، لازم تكون وان وورد، ما ينفعش تكون بايت وما ينفعش تكون دبل وورد، فالانبوت لازم يكون وورد. هنا كده في المثال حتى في دبليو 50، ال في دبليو 50 ده عباره عن 2 بايت، عن البايت رقم 50 ورقم 51. في الاول كان جواه الميموري دي او الداتا دي، تمام. لما اتعمل له سواب اتبدلوا مكان بعض، يعني كان دي 6 سي 3 اتبدلوا مكان بعض. طبعا الميموري دي مكتوبه هيكس مش مكتوبه باينري، خد بالك عشان بس حدش يفهم الكلام ده غلط، ان يعني الكلام ده مكتوب هيكس ديسمال. فايه اللي حصل؟ كل بايت اللي فيها جه هنا واللي جه هنا يعني اتبدلوا مكان بعض، ده امر سواب بيعمل اكستشينج لكل بايت من الوورد، دي مكان دي ودي مكان دي. طبعا الامر ده لو انت مش حاطط قبليه امر الباسيف ايدج، يعني لو انت مش عامل قبليه بي، هيتكرر مع كل سكان سايكل. عشان يتنفذ مره واحده بس ما يقعدش يكرر كل سايكل، لازم تحط قبليه امر باسيف ايدج عشان يتنفذ مره واحده مع الضغط على ايزر زيرو. مع كل ضغطه كده على ايزر زيرو هيعمل سواب فيبدلوا مكان بعض. لو ضغطت مرتين على ايزر زيرو يحصل ايه في الميموري؟ حد عارف؟ ترجع لاصلها. لو ضغطت مرتين على ايزر زيرو يبقى كده خدت كام نبضه؟ اثنين. اول نبضه راحت عامله سواب ما بدلها الاثنين مكان بعض، ثاني نبضه بدلتهم فرجعتهم زي ما كانوا. صح ولا ايه؟ واخدين بالكم من الامر؟ السواب ده بيعمل اكستشينج بيبدل الاثنين بايت مكان بعض جوه الورد. في عندك اثنين بايت، واحده بنسميها ليست واحده بنسميها الموست، بيتبدل قيمهم مكان بعض، ده يجي مكان ده وده يجي مكان ده كقيمه. لكن في الاخر الادرس نفس الاسم وهو ثابت، لكن قيمته بتغير، اللي مبدل
كل بايت مكان التانية. مش الوورد دي عبارة عن 2 بايت، بايت وبايت. لما اقول في دبليو 1 عبارة عن كام وكام؟ عبارة عن في بي 1 وفي بي 2، صح؟ معايا يا شباب؟ مع حضرتك يا دكتور. القيمة اللي جوه في بي 1 هتتاخد تتحط في بي 2، والقيمة اللي جوه في بي 2 تتحط في بي 1 لو الأمر ده اتنفذ مرة واحدة. طب لما يتنفذ تاني هيحصل برضه اكستشينج، فده يجي هنا وده يجي هنا، فيرجع الوورد ترجع كما كانت في الأول قبل تنفيذ الأمر. طب ليه حاطين أمر بي مع الأمر ده؟ عشان لو البي مش موجود، طول ما الانبوت ده مقفول مع كل سكان سايكل الامر ده هيتنفذ. فعشان يتنفذ مره واحده بس مع الضغط على الايزر زيرو، حاطين هنا بوست ايدج عشان يتنفذ كبالس مره واحده بالضغط على الايزر زيرو عشان نحكم الامر. طبعا انا بشرح اوامر لكن لسه التطبيقات على الحاجات دي مش مبينها اكتر، دي مجرد بس اوامر بتعمل ايه. طبعا بقى امر الشيفت اظن انتوا خدتوه في المايكرو كنترولر او خدتوا حاجات شبه كده، شيفت رايت وشيفت ليفت، عارفين بيتعمل ازاي او بيتنفذ ازاي. في عندك 6 اوامر شيفت و6 اوامر روتيت. وقبل بس ما نشرح الاوامر دي هنوضح الفرق بين الشيفت والروتيت. كلمه شيفت معناها ازاحه. ازاحه يعني ايه؟ يعني انت لو عندك بايت، البايت دي 8 بت، فلما بعملها شيفت كل بت بتحط في البت اللي بعدها، يعني لو البت دي فيها 1 او 0 بيحصل له شيفت ويتحط في اللي بعدها. طيب انواع الشيفت ايه؟ ممكن اعمل شيفت ليفت او شيفت رايت. يعني ايه شيفت ليفت؟ يعني بتحرك في اتجاه الليفت، يعني بتحرك من الليست للموست، من الليست سيجنيفيكانت بت للموست سيجنيفيكانت بت. يعني ايه شيفت رايت؟ بتحرك من الموست للليست. طيب سواء شيفت ليفت او شيفت رايت، الامر ده يتطبق على الميموري كبايت كوورد وكدبل وورد. هتلاقي في 3 اوامر شيفت عشان نشوفه في الانستراكشن بتاعت البرنامج. لو دخلنا على شيفت والروتيت انستراكشن هنلاقي في شيفت ليفت اس اتش ال معناها شيفت ليفت بايت، شيفت ليفت وورد، شيفت ليفت دبل وورد، بعدين شيفت رايت بايت، شيفت رايت وورد، شيفت رايت دبل وورد. دول 6 اوامر شيفت، وفي زيهم 6 اوامر روتيت، روتيت ليفت بايت وورد دبل وورد، روتيت رايت بايت وورد دبل وورد. ايه بقى الشيفت روتيت ده؟ انك بتعمل ازاحه للبيتس دي في اتجاه معين. انا حاسس ان امر بي عشان يتنفذ كبارس البرنامج او الامر يعني يتنفذ مع الايزر زيرو كانه نبضه. الان هنا حاجه اسمها الشيفت كاونت، يعني انا اعمل في الضغطه واحده كام ازاحه لكام بت. فلما اكتب واحد ده هيعمل ازاحه لبت واحده، لو انا كاتب في الرقم هنا 2 هيعمل ازاحه ل 2 بايت في ضغطه واحده. تعال نشوف الكلام ده بشكل عملي على السيموليشن نفهم بيعمل ايه. خد بالك انا لازم اكتب الانبوت ادرس اللي هعمل شيفت عليه. طبعا لو انا مختار شيفت ليفت بايت فلازم يكون الميموري دي حجمها بايت هنا وهنا انبوت واوتبوت. هتلاحظ حاجه ان انا مخلي الانبوت والاوتبوت نفس الادرس عشان يعمل شيفت في الادرس ده ويحط نتيجه شيفت في نفس المكان مش في مكان تاني، لكن ممكن يختلفوا على فكره. هنشوف طبعا لو هم زي بعض او مختلفين هيحصل ايه. تعال ناخد مثال على الكلام ده على السيموليشن بسرعه نعمله. نشيل امر الموف ده ونحط هنا مثلا امر بي بوستيف اتش، وبعدين ناخد امر شيفت 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 ليفت مثلا بايت، ومثلا ناخد حاجه هنشوفها زي الكيو اريا اللي هي الاوتبوت. مثلا اختار بكيو بي 0 هعمل شيفت عليها واخلي الرقم في الاول واحد، يعني اعمل شيفت خانه واحده واحط ريتك في الاول برضو كيو بي 0 كيو بي 0. تمام. طيب انا كده لما اجي اعمل شيفت في الاخر الخانه الفاضيه اللي بيتم ازاحتها بتتملي بصفر، وهو اصلا الكيو في صفر فمفيش اي حاجه هتبان. طب انا عايز اخزن القيمه جوه الكيو اللي انا اعمل فيها شيفت، فانا ممكن الاول اخزن رقم معين عن طريق امر الموف جوه الكيو، عن طريق الموف انستراكشن خلي انبوت مثلا تاني يخزن لي حاجه في الكيو مثلا دي موف بايت input i01 مثلا i01 يخزن لي رقم مثلا ايه 1 في الكيو بي 0 في الكيو بي 0 مثلا. نجرب البرنامج ده كده نعمل اكسبورت ونشوف الدنيا هيحصل فيها ايه. رقم 20 نفتح السيموليشن.
member from the PLC. Nothing. دلوقتي لو انا ضغطت على ايزر 0 الامر هيتنفذ اه بس في الاخر الميموري فيها 0 نفسها يعني الكيوب 0 فيها 0 فلما يجي يعمل شيفت هيحط ده هنا وده هنا وده هنا فبين ال 4 فمش هيبان عندك هنا اي حاجه فبس هياخدنا في الاول واحد في الميموري عن طريق الاي 0 1 اول لما اقفله هيحط واحد في الكي في الميموري اللي هي كيوب 0 فيشغل لي اول اوبت ولما افتح ايدي هيفضل شغال لان خلاص اتحط واحد في الميموري دي عن طريق امر موف دلوقتي بقى لما اجي اعمل شيفت لو ضغطت على اي 0 0 هيعمل شيفت فالواحد اللي موجود في الخانه رقم 0 هيتحط في الخانه رقم 1 اهو لا شايفين الواحد اللي موجود في الخانه رقم 0 اتنقل فين في الخانه رقم 1 والخانه رقم 0 اللي بقت فاضيه اللي تم ازاحه القيمه اللي فيها تتملي في صفر ب 0 طب لما ادوس مره كمان الواحد 2 في الخانه اللي بعدها بقى في الخانه رقم 2 طب مره كمان بقى في الخانه رقم 3 4 شايفين الخانه رقم 5 6 7 مره كمان بقى هيطلع بره هيترمي خالص بره البايت يعني بقى 8 مرات شيفت البايت تبقى بزيرو كلها تمام واخدين بالكم يا شباب ده امر شيفت شيفت ليفت شيفت ليفت يعني ايه اللي بيحرك الداتا من الليست سيجنيفيكانت بت للموست سيجنيفيكانت بت ده بيتنفذ على بايت واحد هيقول لي طب ليه الواحد اللي في خانه رقم 7 ما راحش على الخانه رقم 0 في البايت اللي بعدها حد عنده إجابة؟ يا شباب حد عنده إجابة؟ ده الواحد اللي في خانة رقم 7 ما راحش للخانة رقم 0 في البايت اللي هي كيو بي 1 عشان ده ريجستر تاني؟ بالظبط لأن أنا بعمل شيفت على بايت والبايت دي كيو بي 0 أنا ما جبتش دي كيو 1 خالص لكن لو كنت بعمل شيفت على وورد كان هياخد كيو بي 0 ومعاه 1 تعال نشوف الكلام ده عشان نقدر نحدد يعني لو الامر ده بدل ما هو شيفت ليفت بايت لو كان شيفت ليفت وورد شيفت ليفت وورد فهكتب هنا بقى ايه كيو دبليو 0 وهنا كيو دبليو 0 وهنا برضو 1 في هذه الحاله لما اكتب كيو دبليو 0 هياخد وورد 0 اللي هي عباره عن 0 و1 مع بعض ويعمل شيفت على الاثنين مع بعض هنعمل اكسبورت نسمي ده رقم 21 تقريبا ونروح على السيموليشن نقفل ده ونفتح البرنامج رقم 21 نعمل رن دلوقتي لما هنخزن اول واحد في الميموري في الاوبوت اهو دلوقتي كل ضغط بقى الواحد ده هيتنقل يتنقل مع كل ضغط هيتنقل للخانه اللي بعدها لحد الخانه رقم 7 هيحصل ايه بعد كده؟ هيطلع بره بقى ولا يخش الخانه رقم 0 في البايت اللي بعدها؟ حصل ايه؟ هنا في نقطة ما خدناش بالنا منها، نقطة مهمة. أنا لما كتبت كيو دبليو 0 في البرنامج كيو وورد 0 دي عبارة عن البايت رقم 0 والبايت رقم 1. بس مين الليست؟ حد واخد باله مين الليست ومين الموست؟ الليست 0 والموست 1. تاني شوية بنرجع كده للسلايد الأولانية هنا اللي هي السلايد دي. معلش دي حتة مهمة وممكن تسألوا فيها خدوا بالكم. لما أجي أخد وورد زي مثلا جي دبليو 100 صح؟ دبليو 100 عباره عن مين ومين؟ عباره عن البايت رقم 100 و101. طب مين الليست ومين الموست؟ يعني مين الاقل اوردر ومين الاعلى اوردر؟ الاقل اوردر مين؟ 101 والاعلى اوردر مين؟ 100 واخدين بالكم من دي؟ وبالتالي لما اجي اعمل شيفت من الشمال لليمين شيفت ليفت فالخانه رقم 0 في 101 هتنقل للخانه رقم 1 2 3 4 7 والخانه رقم 7 هنا هتنقل للخانه رقم 0 هنا اللي هي رقم 8 وهكذا. فاهمين دي؟ لما اجي بدمج اثنين بايت مع بعض كوورد البايت اللي رقمها اعلى دي بيكون هي الليست سيجنفكت بت او وورد. يعني دي ده الموست وده الليست، ده الاقل اوردر ده الاعلى اوردر. الوورد كان بت 16 بت، فين البيت رقم 0 اللي هي اقل اوردر؟ هنا دي. مين اعلى اوردر؟ هي دي. فلما ابدا اعمل شيفت ليفت هتحرك من الشمال لليمين من الاقل للاعلى. ولما اجي اعمل شيفت رايت هتحرك من الاعلى للايه؟ للاقل. في المثال اللي احنا عملناه ده
الاقل اوردر هي كيو بي 1 مش كيو بي 0. المفروض احط الواحد فين؟ في كيو بي 1، ده الاقل اوردر، ده اقل واحد مش كيو بي 0، عشان يبان عندي الشيفت مظبوط. نعمل اكسبورت. اول لما اقفل هنا خزنت واحد فين؟ في الكيو بي 1 اهو. كل بقى ضغطه هتلاقي الواحد ده عمال يتحرك جوه البايت رقم واحد، ولما يخلص هيروح رايح للبايت رقم 0. بص معايا كده، رقم 2 رقم 3 عمال يتحرك الواحد اهو في الخانه الرابعه، هنا بقى في الخانه رقم 5، في الخانه السادسه، في الخانه رقم 7 في كيو بي 1. الضغطه الجايه الرقم ده هيتنقل للخانه رقم 0 في كيو بي 0. فعلا اهو شايفينه اتنقل، بقى ياخد رقم 1 بعدين 2 لحد ما يخرج بقى بره الورد خالص. هو دلوقتي في الخانه رقم كام؟ 6. دلوقتي في الخانه رقم 7، الضغط جاي يطلع بقى بره الورد خالص، بره الورد بشكل نهائي. ليه اتعمل كده؟ لان لما بقول كيو دبليو 0 عباره عن البايت رقم 0 وبايت رقم 1، كيو بي 1 وكيو بي 1، كيو بي 0 وكيو بي 1. كيو بي 0 دي هي الاعلى اوردر وكيو بي 1 هي الاقل اوردر. مش عارف فاهمينها دي ولا لا يا شباب، دي حته مهمه. هنا لما اجي بتعامل مع وورد واقول مثلا بي دبليو 100، فعباره عن 100 و101، ال 101 دي هي الاقل اوردر وال 100 دي هي الاعلى اوردر. لما اجي اعمل شيفت ليفت بتحرك بالواحد بتاعي من الاقل للاعلى، ده كده شيفت ليفت. الواحد بيحصل له ازاحه في الاتجاه ده، يتنقل من هنا لهنا 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 لحد ما يخرج بره الوورد. لما اجي اعمل شيفت رايت الواحد بيتحرك من الاعلى للاقل، يعني اللي موجود هنا يتحرك هنا 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 ثم يخرج من الناحيه الثانيه لو بعمل شيفت رايت. ارجو يكون الكلام ده مفهوم، لان ممكن تطبيقات معينه تبقى معتمده على الاوامر دي. احنا كده شرحنا امر الموف بانواع مختلفه، وامر سواب، وامر الشيفت. امر روتيت هيبقى زي امر شيفت بالظبط، بس الواحد ما بيخرجش، الواحد بيلف بقى. يعني لما الواحد بيوصل لاخر خانه بيرجع يحط في الخانه اللي بدا منها تاني. يعني هنا في الشيفت الواحد بيطلع بره، يعني بعد ما بعمل شيفت لو عندي بايت، لو عملت شيفت 8 مرات للبايت الواحد بيخرج بره. بعد 8 مرات الشيفت بتصفر، البايت بتصفر تبقى كلها زيرو. اما الروتيت الواحد ده بعد المره الثامنه بيرجع يلف حط في الخانه الاقل تاني. تعال نجرب كده امر روتيت بدل الشيفت. يعني مثلا لو بعمل روتيت، خلينا هنا نشتغل على كيو بي 0، نرجع تاني نشتغل على بايت كيو بي 0، وبرضه هنا اعمل روتيت بدل شيفت، روتيت ليفت بايت لكيو بي 0 واحد، وهنا كيو بي 0. المفروض اقل من دقيقة، بس هنفتح ميتنج مرة كمان أخيرة نختم بيها الحتة دي يا شباب. ماشي، هقفل وافتح تاني. اوكي تمام يا دكتور، هنطول في الميتنج ده، هنخليه قصير ان شاء الله.